الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه. بلغنا شهر رمضان الذي مضى نصفه، نسأل الله أن يتقبل منا ما مضى وأن يعيننا فيما يأتي. وبعد، لا زال الحديث في تفسير سورة الإسراء، واليوم بإذن الله جل وعلا نقرأ أواخر هذه السورة العظيمة، سورة الإسراء. هذه السورة المكية التي تحكي لنا فصولاً من المناقشات التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أولئك الذين ضادوه ولم يقبلوا منه من أهل مكة المشركين، والذين لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. فمرة عرض لهم الآية العظيمة من الإسراء، ومرة تحدث معهم عن أبرز معالم هذه الدعوة، ومرة حدثهم عن هذا القرآن وما فيه من المزايا العظيمة والثمرات الكبيرة، ومرة حدثهم عن مطالبهم وسؤالاتهم للأنبياء، ومرة تحدث معهم عن قصة موسى مع فرعون. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نورد ما ذكره الله جل وعلا في آخر هذه السورة، وفيه تثنية على ما لهذا الكتاب من الثمرات العظيمة، وفيه ما هو واجب تجاه هذا الكتاب من الاستماع له والتأثر به، وفيه أيضا ما يتعلق بأسماء الله الحسنى، وفيه آية العز التي ذكرها الله جل وعلا في آخر هذه السورة العظيمة. فلعلنا نستمع للآيات التي ذكرها رب العزة والجلال في أواخر هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا،
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يذكر الله جل وعلا شيئا من مميزات هذا الكتاب القرآن العظيم وما فيه من الهدى والحق، فقال جل وعلا وبالحق أنزلناه، أي أن هذا الكتاب نزل من عند رب العزة والجلال الذي خلق الخلق وهو مطلع على ما يصلحهم وما يكون سببا من أسباب سعادتهم. ولذا كان من شأن أهل الإيمان أن يتقربوا إلى الله بمعرفة ما لهذا الكتاب من الأثر العظيم. قال وبالحق أنزلناه، أي بالصدق والعدل، فهو صدق في أخباره عدل في أحكامه، فما أخبر الله به في هذا الكتاب سواء من الأمور الماضية أو الأمور الآتية فهو صدق لا شك فيه، وما أخبر به مما سيأتي فهو واقع لا محالة. وبالحق نزل، أي أنه نزل بالحق الذي فيه صدق وعدل. ثم أخبر الله جل وعلا أن بعثة هذا النبي ليست لأمر يعود إلى الله، وإنما هي لأمور تعود إلى الخلق، يعني أن الله لا يستفيد من استجابة الناس لهذه الدعوة، فكأنه يقول يا أهل مكة إن استجابتكم لهذا النبي إنما يستفيدون منها أنتم، وإلا فإن الله غني عنكم وغني عن عباداتكم. صحيح أنها قد تعود إلى أمر لله من جهة محبته للطاعة وأهلها ورضاه عنهم، وما أرسلناك إلا مبشرا، أي تبشر من استجاب وتخبره بأن العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة ستكون له، وهو في نفس الوقت نذير لمن أعرض عنه ولم يستجب له بأن العقوبة السيئة ستكون له في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى وقرآنا، يعني أن هذا الكتاب سيبقى يتلى ويقرأ، وعند إنزاله فرقه الله جل وعلا بمعنى أنه لم ينزله مرة واحدة، وإنما أنزله منجما مقسما بحسب الوقائع التي تقع في زمن النبوة، لتقرأه على الناس على مكث، يعني على مهل، وبالتالي يفهمون ما فيه من الأحكام وتؤثر ما فيه من الأخبار، ويكون هذا من أسباب استيعابهم لما فيه من المعاني. ونزلناه تنزيلا، أي مرة بعد مرة. ثم خاطب الله جل وعلا المشركين ببيان أن رب العزة والجلال لا يزيد في ملكه إيمانكم، فإيمانكم وعدم إيمانكم بالنسبة لملك الله سواء، لا يتغير شيء من ذلك. ولذا قال
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، فالأمر سيان سواسية. ثم قال: إن الذين أوتوا العلم من قبله، أراد أن يبين لهم أن العقلاء ممن كان عندهم علم إذا استمعوا لهذا القرآن تأثروا به واستجابوا له وتغيرت أحوالهم، أما أنتم فلقلة علمكم لم تتأثروا بما في هذا القرآن. فهذا خطاب من الله لأهل مكة ليجعلهم يقتدون بمن يعرف لهذا الكتاب منزلته. وأراد بالذين أوتوا العلم الذين آمنوا من أهل الكتاب، فقال: إن الذين أوتوا العلم، وانظر لقوله أوتوا لبيان أن هذا نعمة من الله جل وعلا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، أي إذا قرئ عليهم القرآن، تأثروا به لدرجة أنهم يخرون للأذقان سجدا. والخرور هو السقوط من القيام على الأرض، وتكون أذقانهم وهي أسفل وجوههم على الأرض. والعادة أن هذا الموطن موطن يريد الإنسان به الكرامة لنفسه، فتجده رافعا له، ولكن لما تأثر هؤلاء بكتاب الله خروا خاضعين حتى جعلوا ذقونهم بالأرض سجدا لله تعالى، ويقولون أن يستمرون في تنزيه الله عما لا يليق به من أقوال هؤلاء المشركين. ولذا قال: ويقولون، فعل مضارع مما يعني استمرارهم على ذلك. سبحان ربنا، أي تنزه الله وتعالى وتقدس عن تلك المقالات التي يقولها هؤلاء. مرة ينسبون له الولد يظنون أنه محتاج إليه، ومرة ينسبون إليه البنات، ومرة يجعلون الملائكة إناثا، ومرة يتهمونه باتهامات باطلة من البخل وغيره، ومرة يصرفون حقه في العبادة لغيره من الأوثان والأصنام وغيرها، مع أن الله يرزقهم وينعم عليهم. ولذا قالوا: سبحان ربنا، والرب هو المنعم المتفضل الذي ربى عباده بصنوف النعم. فلما كان ربا حسن أن ينزه، لا العكس، إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي أن ما وعد الله به في كتابه واقع لا محالة. فما وعد به المؤمنين من الجنان والعاقبة الحميدة سيفعله الله وسيقدره الله، وما وعد به أعداءه من العقوبات فإنه واقع لا محالة. ثم قال: يخرون للأذقان، على جهة التأكيد بما يفيد استمرارهم عليه. ومن تأثرهم أنهم يبكون فتتغير نفوسهم وتتحرك بمواعظ هذا الكتاب، ويزيدهم، أي تزداد نفوسهم خشوعاً لله وخضوعاً له جل وعلا في أمره الشرعي، كما أنهم يخضعون له في أمره الكوني. وكان من المقالات التي قالها هؤلاء
أن قالوا بأن رب محمد هو الرحمن ونحن لا نعرف الرحمن، فقيل لهم خالق هذا الكون هو المستحق للعبادة، سواء عرفتم أن من أسمائه الرحمن أو سميتموه على ما تتعارفون إليه من اسم الله. ولذا قال قل ادعوا الله، يعني اعبدوا الله أو اطلبوه أو ادعوا الرحمن، كلاهما اسم له، فالأمر سيان، أيما تدعو سواء دعوتم الأول أو دعوتم الثاني فهما اسمان لمسمى واحد، فله الأسماء الحسنى أي التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. وحينئذ جاء الخطاب فيما يتعلق بترتيب أمر القراءة والصلاة، فقال ولا تجهر، أي لا ترفع الصوت بصلاتك بقراءتك للقرآن وأذكارك ودعائك، وفي نفس الوقت لا تخافت بها، أي لا تسر بهذه القراءة، ولكن ليكن من شأنك التوسط، وابتغي أي اطلب بين الجهر والمخافة درجة وسطى لتكون سبيلا وطريقا تسلكه. ولماذا نهي عن الجهر؟ لأمرين: الأول خشية من إيذاء الآخرين، ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا تجهروا بالقراءة بعضكم على بعض. والمعنى الثاني أن الكفار يسمعون هذه القراءة فيصدر منهم من سب الله تعالى والكلام على المؤمنين وإثارة الحقد والحنق على الإسلام ما يريد الله عز وجل أن نأمن من شره وأثره. وأما النهي عن المخافة فإن المقصود بذلك أن تتأثر النفس بهذه القراءة، فإذا خافت الإنسان بالقراءة لم يكن هناك تأثير للقراءة على النفس، ولذا أمر الإنسان بالتوسط بينهما. ثم قال تعالى وقل الحمد لله، فكما أنه أمره أن يخاطب المشركين بهذه الخطابات الثلاث: آمنوا أو لا تؤمنوا، وقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فكذلك قال له وقل الحمد لله. وفي هذا إشارة إلى أن طرائقهم لا تؤثر على مكانة الله في نفوسنا، فنحن نقر له بالفضل ومن ثم نشكره جل وعلا، وفي نفس الوقت نعترف باتصافه بصفات الكمال، ولذا قال وقل الحمد لله. المراد بالحمد أن نصف الله جل وعلا بصفات الكمال، سواء التي تتعلق بنا أو التي لا تتعلق بنا، فكون الله جل وعلا شديد العذاب هذه صفة عظيمة يثنى على الله بها، حيث يعذب أعداءه. وهكذا في كونه سريع الحساب، وكون الله جل وعلا لطيف بعباده كتب الرحمة على نفسه أيضا نثني على الله بها وإن كانت متعلقة بنفوسنا. ولذا نفرق بين الشكر
الذي يكون بعد النعمة والحمد الذي لا يلزم منه أن يكون مترتبا على نعمة. وقول الحمد لله، وأتى بالحمد معرفا ليبين أن المقصود هو الثناء الكامل الذي لا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه. فإن حمدك لغيرك من الناس حمد نسبي، ليس حمدا مطلقا كاملا من جميع الوجوه، بخلاف حمدنا لله تعالى. ولذا فإن الألف واللام في الحمد هنا للاستغراق أو للعهد، استغراق الكمال، أو للحمد المعهود الذي بلغ أعلى درجات الحمد. وبالتالي لا يؤخذ من مثل هذه الآية عدم حمد غير الله تعالى. وقوله الذي لم يتخذ ولدا، أي لم يكن له ولد ولم يجعل لنفسه ولدا. لماذا لم يتخذ ولدا؟ ونحن نعلم أن من الصفات الحسنة عند الإنسان أن يكون له ولد. فنقول هناك فرق بين الله تعالى وبين المخلوقين من جهتين. الجهة الأولى أن ابن آدم يموت وبالتالي يحتاج إلى ولد يخلفه، والله تعالى حي لا يموت لا يحتاج لمن يخلفه. ثم ابن آدم ضعيف يحتاج إلى من يساعده خصوصا في أواخر عمره، والله تعالى القوي القادر الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ومن ثم لم يحتج للولد. قال ولم يكن له شريك في الملك، فالله تعالى لا يشاركه أحد في ملكه، فهو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى، ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن. فأنت وما تملك ملك لله جل وعلا. ومن ثم من كان له الملك التام فهو المستحق لعبادة من يملكهم. وقال ولم يكن له ولي من الذل، الولي المرابط المصاحب الذي يكون بينه وبينه نصرة. وقال هنا لم يكن له ولي من الذل، لأن الله قوي وعزيز وبالتالي لا يحتاج إلى أولياء يناصرونه أو يعزونه أو يجعلون له مكانه. صحيح له أولياء لكنهم محتاجون إليه وهو غني عنهم، كما في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فولاية الله الولاية الخاصة ثابتة بدلالة النصوص، لكن المراد هنا نفي أن تكون ولايته من أجل ضعف عنده أو ذل لديه، فهو جل وعلا الغني لا يحتاج إلى من ينصره أو يعزه أو يعطيه من أمور الدنيا.
ثم قال وكبره تكبيرا، أي ليكن من شأنك أن تعرف عظمة الله، فهو سبحانه أعظم وأكبر من جميع المخلوقات بلا استثناء، وبالتالي علينا أن نكبره. وتكبيره قد يكون بالاعتقاد، فنعتقد أن الله أعظم من كل شيء، أعظم في قدرته، وأعظم في مكانته، وأعظم في أموره، وبالتالي علينا أن نعظمه وأن نجعله مستوليا على مقاصدنا وإراداتنا. فمن تكبير الله أن تجعله كبيرا في إرادتك، بحيث لا تنوي بأي عمل من أعمالك إلا لله، والناس في ذلك على أصناف ورتبتهم مترتبة على هذا الأمر. فمن جعل الله أكبر من كل شيء في ذاته وفي فعله وفي قدرته وفي إرادة العبد، كان كذا كان ناجحا ناجيا. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، ألا وهي معنى التكبير. عندما تقول الله أكبر في صلاتك، فمعناه أنك تجعله أجل وأعظم من كل شيء بلا استثناء، ومن ثم تكون وجهتك ونيتك لله تعالى وحده. فهذه آيات عظيمة فيها فوائد وثمرات كثيرة. فمن هذه الفوائد أولا صدق أخبار هذا الكتاب، وأن ما أخبر به من الأمور الماضية صحيح ثابت، وأن ما يخبر به من الأمور المستقبلة فإنه واقع لا محالة. وهكذا في هذه الآيات بيان عدل الله جل وعلا في أمره ونهيه، وأن ما أمر به الإنسان فإنه أمر حق. وفي هذه الآيات إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الآيات حصر رسالته حصرا نسبيا في تبشير أوليائه ونذارة أعدائه. وفي هذه الآيات فضل القرآن العظيم، وبيان أنه نزل مفرقا منجما لحكم يراها جل وعلا، منها أن يتمكن العباد من معرفة آياته ودلالاته. وفي هذه الآيات تيسير تلاوة القرآن، وتمكن من تعلمه في الزمن اليسير من قراءته. وفي هذه الآيات أن كفر الكفار إنما يعود بالضرر على أنفسهم، ولذا فالله غير محتاج إليهم ولا لإيمانهم. وفي هذه الآيات استحباب عرض آيات القرآن على جميع الخلق من إنسهم وجنهم ومؤمنهم وكافريهم، فعرض القرآن عليهم وتيسيره لهم من القربات. ولذا قال تعالى لتقرأه على الناس،
واسم الناس يصدق على المؤمن والكافر. وفي هذه الآيات التأني عند قراءة القرآن وعدم العجلة في هذه القراءة. وفي هذه الآيات مشروعية ترتيل آيات القرآن، وأن هذا الترتيب قد نزل مع الآيات القرآنية. وفي هذه الآيات أن إيجاد القدوة الصالحة التي يقتدى بها في الخير من أسباب نشر الخير والهدى، فإن القدوات الصالحة يتأثر الناس بهم، سواء كانت في دين الناس وعلوم الشرع أو في اكتساب المال أو في العلاقات الاجتماعية أو في غيرها. وفي هذه الآيات فضل كتاب الله جل وعلا وبيان تأثيره الشديد على النفوس لما فيه من المواعظ والحكم والحجج العقلية المقنعة. وفي هذه الآيات بيان أن بعض أهل الكتب السابقة سيدخلون في دين الله جل وعلا. وفي هذه الآيات مشروعية سجود التلاوة. وفي هذه الآيات أن الأفضل في سجود التلاوة أن يكون من قيام، فإذا كان الإنسان يقرأ وهو قائم استحب له أن يسجد بالخرور على الأرض بدون حاجة لركوع ولا قيام ولا جلوس. وفي هذه الآيات مشروعية السجود عموما، وفيها استمرار هؤلاء الذين أوتوا العلم من الأمم السابقة في دين الله وفي تنزيههم لله جل وعلا من الظنون الكاذبة. وفي هذه الآيات إثبات عقوبات الله للخلق في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من الأسماء والصفات. وفي هذه الآيات مشروعية الاستماع للقرآن، فإنه قال عن هؤلاء الصالحين إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وفي هذه الآيات بيان أن وعد الله حق وأنه صدق لا تردد فيه. وفي هذه الآيات البكاء عند التأثر بسماع القرآن، وأنه لا حرج على العبد في مثل ذلك. وفي هذه الآيات استحباب الخشوع والطمأنينة عند استماع الإنسان للآيات القرآنية. وفي هذه الآيات مشروعية دعاء الله الرحمن الرحيم، سواء كان دعاء مسألة بأن يطلب من الله بعض حوائجه، أو كان دعاء عبادة بأن يتقرب لله بنوع من أنواع العبادات. وفي هذه الآيات أن الدعاء حق خالص لله لا يجوز صرفه لغيره. وفي هذه الآيات أن الأصل تساوي أسماء الله الحسنى، وقد جاء في الحديث أنها متفاضلة.
وفي هذه الآيات التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى، وأن ذلك جائز لا حرج فيه. وفي هذه الآيات بقوله وقل الحمد لله إثبات صفات الكمال الذي لا يمكن أن يتطرق إليه وصف نقص أيا كان لله جل وعلا، فنثبت هذه الأسماء له سبحانه. وفي هذه الآيات اختيار الإنسان في القراءة طريقة وسطى بين إلحاق الأذى، اختيار طريقة وسطى بين الجهر الذي يتضمن إلحاق أذى بالآخرين وبين الإخفات الذي يفوت على الناس سماع القرآن والتأثر به. وفي هذه الآيات أن أسماء الله الحسنى جميعا يجوز التوسل بها، وقوله وابتغي بين ذلك سبيلا فيه مشروعية التوسط في الأمور كلها. وفي هذه الآيات إثبات صفات الكمال التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه لله جل وعلا. وفي هذا في هذه الآيات إثبات الأسماء الحسنى لله سبحانه. وفي هذه الآيات الثناء على من فعل طاعة من الطاعات. وفي هذه الآيات أيضا أن المرء المؤمن يثني على الله تعالى سواء وصله شيء من إحسانه أو لم يصل. وفي هذه الآيات إثبات الأسماء الحسنى لله تعالى، وفيها النهي عن الرفع بالصوت في قراءة القرآن أو عند الأذكار بما يشوش على الآخرين. وفي هذه الآيات تنزيه الله جل وعلا عن أن يكون له ولد، فإن الولد إنما يحتاج إليه من يفنى أو يضعف. وفي هذه الآيات تنزيه الله تعالى عن أن يكون له شرك في الملك. وفي قوله وكبره تكبيرا مشروعية التكبير وترديده، فهذا شيء مما يتعلق بهذه الآيات. وهذه الآية الأخيرة تسمى سورة العز، آسف، آية العز، لقوله ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين. اللهم بصرنا بكتابك واجعلنا نؤمن به ونتوكل عليك فيه ونحل حلاله ونحرم حرامه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.